Bonjour Wadih, Anna Joël. كان عندي حظ كثير حلو بعد سنتين تعب 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 شغل بلا مصاري ابدا بنيت بورتفوليو كثير كبير والله بعت لي سوني ريكوردز اشتغلت معهم رحت من ما عم طلع ابدا مصاري لكن نهاري بألف دولار عم بحكيكم من 18 سنه ومن بعدها اكيد ب 2008 فتحت ميزون دو جوال صالونات ميزون دو جوال رجعت حبيت انه افتح كلينيكا جوال اللي هي شيء يعني بزنس كومبليتلي مختلف بس بهالوقت كنت انا اوريدي مبلشه شغل على مستحضرات كريمات للبوتي للبشره وللشعر من جوال باريس تعبت كثير على هذا الموضوع بس ما كانت الشهرة بحياتها هي هدفي ما كان همي يكون مشهور أنا همي يكون مرة ناجحة ولادي كون تاني عشان هيك بقلك صوت إذا مشهورة صوت بس بطلب من الله بس إنه بس بصلي الله يحميهم وبصلي لكل أولاد العالم أنا هذا تشالنج كل شخص مشهور عربي إنكم تساعدوا السمول بزنسز اللي ببلدكم حبوهم ساعدوهم وشوفوا قديش هالشي هيعطيكم سعادة